مصدر بمصلحة الطب الشرعي المصرية يصرح بأن أشلاء ضحايا الطائرة المنكوبة تشير إلى انفجار، ورئيس المصلحة ينفيه. الرئيس الأمريكي باراك أوباما يؤكد أن عدداً من أعضاء المجتمع المدني منعوا من مقابلته خلال زيارته الحالية لفيتنام. الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين يدعو خلال تواجده في فرنسا إلى حل القضية الفلسطينية والتصدي لمحاولات تغيير هوية الأقصى. المخاوف الدولية تتزايد حول آلاف المدنيين المحاصرين في الفلوجة، بينما تستعد القوات العراقية لتحريرها من تنظيم داعش. تواجه واشنطن ضغوطاً لإبقاء قواتها في أفغانستان لفترة أطول بعد تصفيتها لزعيم حركة طالبان الأفغانية أختر منصور. إيران تنتخب المحافظ المتشدد أحمد جنتي رئيساً لمجلس خبراء القيادة المكلف بتعيين المرشد الأعلى. جمعية للتعاملات المصرفية الدولية تخطط لتدشين برنامج أمن جديد بعد عملية السطو الإلكتروني التي طالت بنك بنغلاديش المركزي. يعود الإعلامي السعودي أحمد الشقيري إلى جمهوره في رمضان ببرنامج اجتماعي جديد بعنوان قمرة بعد توقف برنامجه الشهير خواطر. يقترب البرتغالي مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد بعد رحيل مدربه الهولندي فان غال إثر نتائج غير مرضية في موسمين. على عكس ما هو سائد، أظهرت دراسة كندية أن تقليل الملح في الطعام بشكل مفرط ممكن أن يشكل خطراً على الصحة. ندوة الثقافة والعلوم تحتفل مساء الاثنين بالفائزين في الدورة 23 لجائزة العويس للإبداع.